بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالخير والمسرات. وباسمي وباسم قبائل شمران يمثلنا في هذا المساء شيخنا العزيز الشيخ عبد العزيز بن ساهر الشمراني، والشيخ محمد بن صالح الشمراني رجل الأعمال وأحد رموز القبيلة، وشاعرنا أبو فارس. والحقيقة المفروض أني ما أشارك بعد أبو فارس، لأن السيف يكفي عن الجنبية، لكن من محبة أخونا العزيز أحمد المهدري عندنا قبائل شمران له مكانة عزيزة عندنا، ولا بد من مشاركاتنا، ونسأل الله أن يبارك للعرسين. يا سلام عليكم يا الرجال النوادر، يا الحشام الكرام الطيبين النوادر، يا سلام عليكم يا الرجال النوادر، يا الحشام الكرام الطيبين الظوافر. باسم شمران غايب هم حاضر وحاضر، يتقدم بنا الشيخ الكريم ابن ساهر. من غلاكم حاضرنا يا زحول النواشر، حشمة المهدلي والحاتم يا ابو واسر. من غلاكم حضرنا يا زحول النواشر، حشمة المهدلي